بعد اذنك يا دكتور. تحت امرك يا فندم. النقيب خالد صلاح مباحث. تحت امرك. طمنا عليه. للاسف هو حالته صعبه جدا. هو جالنا عنده ارتجاج في المخ وكسر في العمود الفقري وكسر في الحوض وكسر في القفص الصدري. طب هو ممكن يقوم امتى؟ يعني لو عدى عليه ال 24 ساعة اللي جايين على خير ممكن يفوق. للدرجة دي حالته صعبة؟ اليومين اللي جايين دول هيحددوا ممكن يفوق ولا لا. طب في العموم ده الكارت بتاعي. أول ما يفوق يا ريت تكلمني على طول. حاضر يا فندم، بعد إذنك. اتفضل يا دكتور. رحت الماهر المستشفى النهاردة؟ لسه جاي من عنده دلوقتي. الدكتور قال لك إيه؟ للأسف. ماهر في غيبوبة مش عارفين هيفوق منها إمتى. يعني إيه؟ هيفضل كده؟ لا منه حي ولا منه ميت؟ ربنا يلطف بيه. طب وأهله؟ أهله دول اللي حالتهم حالة، معهمش المصاريف اللي تغطي حتى إقامته في المستشفى. مش عارفين هيقعد هناك لغاية إمتى. بلغهم إن الشركة متكفلة بكل المصاريف. ربنا يجازيكي خير والله على اللي بتعمليه ده. أنا سمعت إن البوليس كان عنده. الظابط كان عايز يتكلم معايا، كان عايز يعرف الحادثة طبيعية ولا فيها شبهة جنائية. يعني إيه شبهة جنائية؟ شبهة جنائية يعني صاحب العربية كان قاصد يقتله ولا لأ؟ خصوصاً إنهم لقوا العربية من غير نمر. وهيقتله ليه؟ ما هو ماهر الوحيد اللي يقدر يجاوب على السؤال ده. ده لو فاق طبعاً. ترى عملت إيه يا ماهر عشان يقتلوك؟ أو إيه الأسرار اللي عنده اللي كانت لازم تموت معاه؟ دي المبالغ المطلوبة منك لغاية آخر الشهر. ودي المبالغ اللي أنا دفعتها. شوفي إمتى هتبعتي لي المحاسب بتاعك. هو أنت دمك تقيل شوية النهاردة؟ أنا ما بهزرش في الشغل. هو إحنا مفيش بينا غير شغل؟ أيوة. بعد ما مامتك رفضتني. المهم رأيي أنا. بس أنت بتقولي لازم تاخدي رأيها. أيوة بس ما قلتلكش إن رأيها هو اللي هيمشي. يعني إيه؟ يعني كان يهمني آخد موافقتها. بس في النهاية يعني لو رفضت أنا هحاول أقنعها. طب أنت ما عرفتيش رفضت من ليه؟ لسه عايزة أتجوزني لعيسى. ولا أنت بقى لسه بتفكري في عيسى؟ هو إحنا رجعنا تاني للكلام الغلس ده؟ خلاص خلينا في الكلام الحلو. هتقنعيها ازاي يعني؟ يعني هسيبها تهدى شوية وهرجع افتح معاها الموضوع تاني. لحد ما تتأكد اني مش هينفع ارجع لعيسى. يا خوفي لتكون انت محتاجة وقت لغاية ما تتأكدي من ده. نعيم. نعيم بيحبك. بس نعيم ما يحبش حد يضحك عليه. علاء. خير. هي أمل ما قالتلكش إن أنا عايزاك؟ لا ما أنا كنت مشغول فيه. ما تقعدي. مباحث الضرايب بعتالي بيتهموني بالتهرب عن اخر 3 سنين وعايزين 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه؟ يا ساتر يا رب. انا مش عارفه مين اللي بلغ عني. بدل حلال كتير. الغريبه ان المحاسب الضريبي ما بيردش عليا. ما هو تلاقيه زعلان منك عشان الدفعه اللي انت كلتيها عليها اخر مره. انت اللي نصحتني ما اديلوش فلوس غير لما يخلص شغله. تفتكر هو اللي بلغ عننا؟ اصل كل اسرارنا معاه. طيب ونعم. انا المحامي قال لي ان انا ممكن اتسجن. أو أدفع غرامة كبيرة. متقلقيش. سيبي على الله وعليا. تفتكر هتلحق تعمل حاجة؟ أنت شكلك نسيتي إنها كانت كل ما تتعقد مفيش غير يحلها. متخافيش. Thank you.
دخل الشركة هو نفسه اللي حاول يقتله في المستشفى. ليه؟ يمكن يكون خاف ان ماهر يفوق يتعرف عليه. بس اللي شافه العربية من بعيد قال له ما كانش عليه نمر، وكمان اللي كان سايق العربية كان لابس نضارة سودا، يعني وشه ما كانش باين. ازاي ماهر شافه عشان يعترف عليه؟ ممكن يكون متوقع مين اللي حاول يقتله. معقول. ويمكن ماهر يعرف حاجة القاتل يهمه انه يموت قبل ما يقولها. حاجة زي ايه؟ ده انا طلبتك النهارده عشان اسالك السؤال ده. انا ماهر بيشتغل عندي عامل في الشركه وبس، حياته الشخصيه انا ما اعرفش عنها اي حاجه. قلت لي قبل كده انه ملوش اهل في القاهره. هو اللي قال لي كده بنفسه. طب ما لكش اي حاجه تانية ممكن توصلنا للقاتل لحد ما هو يفوق ده لو فاق فعلا؟ ما عنديش فكره عن اي حاجه بصراحه. طب ما فكرتيش ان الاسرار اللي ماهر كان هيدفع حياته ثمنها ممكن تكون مرتبطه بجريمه قتل اخوكي؟ قلبي معاكي. ما لحقتيش تطلعي من صدمة ياسر، لقيتي صدمة ماهر. ما قلتليش ليه اللي كنت عايز تقوله لي في التليفون؟ اللي انا عاوز اقوله ما ينفعش يتقال في التليفون خالص. طبعا انت سمعتي ان انا طلبت ايد ساره من موتها. ايوه. واكيد كان نفسك انها توافق، لاني لو اتجوزت ساره عيسى مش هيبقى عنده اي فرصه انه يفكر فيها. مستر نعيم لو سمحت. لو سمحت انت، مفيش وقت ان احنا نتكسف من بعض. يعني لو انا اتجوزت ساره انت هتتجوزها عيسى، وانا عارف انت بتحبي قد ايه. ايه المطلوب مني بالظبط؟ المطلوب منك انك تساعديني في ان احنا عاوزين نوصل. تبعدي عيسى عن ساره وانا ابعدها عنه. للدرجه دي بتحبها؟ قولي كده جايز يكون ربنا بعتني عشان ابعد ساره عن عيسى، ويبقى ليك انت لوحدك. فكري في كلامي وردي عليا بعد إذنك. عيسى رايح فين؟ مروح. طب أنا عايزك. خليها بعد. أنا عارفة إن أنت متضايق عشان نعيم طلب إيدي من ماما. إحنا في الشغل. انت كمان عندك فرصه تطلبني من ماما، وانا هقول لها ان انا عايزك انت مش عايزه نعيم. يا يعني لو انا اتقدمت لك هتتجوزيني، ولو ما اتقدمتش هتتجوزي نعيم؟ وكانك بتعندي معايا وهتتجوزي نعيم وانت مش عايزاه. انت اللي بتعند معايا ومع نفسك، وهتفضل كده لحد ما هتضيعني منك. قدامك 10 ايام يا تيجي تطلب ايدي من ماما يا هتخطب لنعيم. اتفضلي يا ستي، دي اصول الاوراق اللي كانت عند محاسب الضريبه ومش عايز يديها لنا. مش معقول. جبت الورق ده منه ازاي؟ ما يقدرش ما يدهونيش، انا اصلا ماسك عليه بلاوي. وطلب منك كام؟ 500,000، بس اديته 100 بس. والضرايب نفسها؟ انا رحت لهم النهارده واديتهم صوره من الاوراق دي، وختموا لي انها طبق الاصل. يعني مفيش قضيه؟ ولا قضيه ولا اي حاجه، انت ورقك سليم 100 100 ودافع ضرايبك سنه بسنه. علاء انا مش عارفه اشكرك ازاي. متجوز. انا عارف ان طلبتها منك كتير، بس المره دي غير. ليه؟ عشان ما بقالكيش غيري، وشايف في عينك انك محتاجاني قوي. هتقدر على مهري؟ عينيا. الورق اللي بيثبت حق اهل جوزي، واللي انت لو وديته النيابه انا هتسجن. يعني انت هتبقى مراتي وزينك؟ مش هينفع اتجوزك وانت ماسك عليا سلة. هربانة من ايه ومن مين؟ مش هتعرفي تهربي من نفسك. لو عايزة تهربي بجد كنت سبتيها في القاهرة وتعالي هنا لوحدك.
تتجوزيني؟ انا اتجوزك؟ مش مصدقه؟ ما كنتش متوقع ان ده يحصل. ودينا اتجوزنا بعد ما اديتك المهر اللي انت طلبتيه، ورق كله بقى في ايدك خلاص. اهم حاجه دلوقتي ان محدش يعرف. انت خايفه من مين؟ انا مش خايفه من حد، انا بس مكسوفه من داليا. بس احنا ما عملناش حاجه غلط، احنا اتجوزنا بعقد ومأذون. بس ما تنساش ان انت كنت جوزها. هي اتجوزت واحد تاني خلاص، انا بقى من حق اتجوز واحده تانيه. علاء انا اختها. بكره تتعود. خلاص يبقى سيبني انا اقول لها في الوقت المناسب. ماشي، مع انك نفسي اعرف الناس كلها انك مراتي. هيحصل. هقوم اعمل لك حاجه تشرب. لا لا لا، انا اللي هعمل لك احلى كوبايه عصير. جيب لك لغايه تصير كمان، انت عروسه في ايه؟ هترد؟ لا مش هرد، ده تليفون ملوش لازمه. مش هتاخر عليك. طبعا جاي هنا هربانه مني. محدش تعبني قدك. مش بايدي. انت عرفت منين ان انا هنا؟ كنت بكلم المتر سالم. وعرفت منه ان عندك مشكله في اوتيل السخن. فعلا. ومش عارفه احلها لحد دلوقتي. هنحلها سوا. ماشي، نبتدي من بكره بقى. طب والموضوع اللي كلمتك عليه؟ انت عايز تفهمني يعني انك جاي مخصوص عشان تعرض عليا الجواز؟ طبعا. اوكي. طب وساره؟ مش هسيبها تاخدني منك اكتر من كده. خلاص خليني افكر. تفكري؟ انت ليه متخيل يعني اول ما هتعرض عليا الجواز ان انا هزغرط مثلا؟ لا بس كنت فاهم انك فكرتي خلاص. بس محتاجه افكر اكتر. انت لسه مش قادره تحكمي عليا. استني لما المحكمه تبرئني من قتل اخوكي. ده واضح ان حبيبه القلب هي اللي مفهمك الكلام ده عشان عاوزاك تكون معاها. ده طبعا بعيد عن القضيه والمحكمه، مع ان اخويا ده كان جوزها. عموما انت لو مستعجل قوي يعني تقدر تروح لها. انا اسفه. اتفضل يا دكتور. ميرسي يا حلا، تعبتك معايا. تعبك راحة يا دكتور. عايزك بقى. مين دي؟ دي حلا السكرتيرة الجديدة. مريم مراتي يا حلا. هو أنت جبت سكرتيرة من ورانا؟ أنت إزاي تعمل كده؟ أهلاً، أنت جيت أنت كمان؟ هو أنت عشان كده ما رضيتش تقعد مع حد فينا؟ مين دي يا دكتور؟ دي داليا مراتي التانية. ايه ده، هو حضرتك متجوز اتنين؟ أول مرة يتفقوا على حاجة من ساعة ما اتجوزتهم. معلش بقى يا حبيبتي جت فيكي، انت حلوة. اتفضلي بقى يا حبيبتي وبعدي عن جوزنا. استنى بره يا دكتور. لا يا حبيبتي التانية بره ايه؟ انت بقى يا حبيبتي اطلعي من هنا على طول، تروحي على ماما عشان ماما تبقى زمانها قلقانة عليكي. يلا يلا يا حبيبتي، روحي شوفي لك شغلانة تانية عند دكتور تاني مش متجوز اتنين. يلا يا ماما. يلا 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 يلا. أنا عرفت إنك سبتي البيت وما قلتيش لحد أنت رايحة فين. كان نفسي أكون أول واحد يوصلك. أنت جاي بقى تدور عليا؟ لا، أنا جاي أطمن عليك، بس ما كنتش أعرف إنه عرف يوصلك قبلي. عيسى كان جاي لي الشغل، في حاجات كتيرة أوي ما كنتش عارف أخلصها، هو حلها لي وخلصها. هو ده بقى اللي أنتي بتحاولي تقنعي نفسك بيه. عيسى طمعان فيكي يا رانيا، نفسه يتجوز صاحبة الشركة اللي هو بيشتغل فيها. عيسى لو كان طمعان في الفلوس كان اتجوز سارة اللي بتجري وراه بعد ما ياسر مات، وهي شريكتي في الشركه. يا ستي ما تخليها تتجوزوا، هما الاثنين نفس العينه وشبه بعض. خليها يا ستي تشاركوا في الفلوس اللي خدتها من ياسر الله يرحمه، ما هي برضه كانت متجوزاه على طمع.
لكن ان انت بقى تتجوزيه وتكتشفي في الاخر ان هو اللي قتل اخوكي، صدقيني هتحسي انك خسرتي كل حاجه زي اللي انا فيه دلوقتي كده بالظبط. انت لسه عندك حاجات كتير قوي عشان تعيشها. وانا ما عنديش في الدنيا اغلى منك. للاسف يا فندم ماهر كل مدى حالته بتسوء اكتر. ربنا يستر. هو الوحيد اللي هيقدر يقول لنا مين حاول يقتله. ادعي ربنا بقى انه ما يموتش قبل ما يفوق يتكلم. عن اذنك. اتفضل يا دكتور. مساء الخير. مساء النور. انا الضابط اللي بيحقق في قضيه ماهر. اهلا. تعرفي؟ كنا بنشتغل مع بعض في شركه الشواربي. وبعدين؟ مفيش، انا سبت الشركه وهو لسه بيشتغل هناك. غريبة انك لسه فاكراه لحد دلوقتي مع انه كان مجرد ساعي في الشركه. الحقيقه ما انا بقالي فتره ما اعرفش عنه اي حاجه من ساعه ما سبت الشركه، بس اول ما سمعت انه عمل حادثه كبيره كده ودخل في غيبوبه قلت واجي باجي اطمن عليه. انت اسمك ايه؟ امل عبد المقصود. تفتكري مين يا امل حاول يقتله؟ يا ريت نعرف. بس ماهر غلبان قوي، لحد ما مشيت من الشركه ما كانش ليه اي اعداء. بعد اذنك. استني ثانيه واحده. ده الكارت بتاعي، لو افتكرت اي حاجه في اي وقت يا ريت تكلمني. اكيد. بعد اذنك. اتفضلي. ضد ده انت تعبانه؟ وسيم على طول سايبني لوحدي، على طول بقيت في العياده وسايبني لوحدي. ايه هو بيربيكم من اول وجديد؟ والله انا عذراه عشان الوضع الجديد اللي هو فيه، اللي انا مش عارفه هو هيخلص منه امتى. اوعي تضعفي قدامه. مش عارفه اضعف قدامه ومش عارفه استقوى غير بيه. لا يا حبيبتي، انت هتستقوي باللي في بطني لما يشرف. انت رايحة فين؟ هعمل حاجة نتعشى، بقالنا كتير ما تعشيناش مع بعض. ماشي، أنا هقوم أساعدك. لا، اطلعي أنت غيري هدومك، واعملي حسابك هتباتي معايا النهاردة. أيوة بس أنا بس إيه؟ إحنا لسه ما خلصناش كلامنا. يلا. يلا. ايوه علاء. بقول لك ايه؟ داليا شافتني وانا خارج من عندك. طيب سلام. ايوه دي بجامعة علاء. اتجوزنا من حوالي اسبوع. اكتشفت مع الوقت ان هو الوحيد اللي هينفعني. وما قلتليش ليه؟ ما قلناش لاي حد. وانا حد يا مها؟ جايز اتكسفت منك. ليه يا بنتي تتكسفي؟ ما انا اتجوزت غيره خلاص. ايوه بس انتي اتطلقتي منه زمان عشان حسيتي ان هو عايزني. انا اتطلقت منه عشان هو فكر في حد تاني، سواء انتي او غيرك مش فارقه. بجد يا داليا؟ يعني انتي مش زعلانه؟ ما اقدرش ازعل منك يا حبيبتي، بس انا زعلانه عليكي. تستاهلي حد احسن من كده بكتير. بصي أنا الفترة الأخيرة كنت متلخبطة وتعبانة،
حتى عيسى ما عرفتش اوصل. طب وعلاء؟ علاء اكتر واحد فهمني وهيستحمل عيوبي. المهم انت اللي تستحملي عيوبي. ما تقلقش يا شريف، ما تقلقش وان شاء الله خير، ان شاء الله خير، اطمن. ما قتلتوش يا سلام، ما قتلتوش. عارفه والله عارفه، بس ان شاء الله خير. محكمة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم شريف محمد العايش بالأشغال الشقة المؤبدة. ما قتلتوش! ما قتلتوش! عارفة والله يا عم. ما قتلتوش! هسكت والله يا عم. ورقتك والله العظيم هسكت ورقتك. وانا مش هسكت وهفضل وراه لغايه ما اكشفه واسجنه. عشان ساره ما تلاقيش غيرك تتجوزه؟ انت ايه؟ ما فيش في دماغي غير ساره. انت اللي ما بقتش تفكر غير فيها ونسيت كل اللي انا عملته عشانك. ما تحاوليش بس تفهميني انك بتحبيني بجد. انت بس لقيتي عندي اللي حرمت منه هو. ودي بقى حجه عشان تسيبني بيها وتروحي للهلم اللي مستحيل هتسيب عيسى عشانك، وكانت واخداك كوبري بس عشان يغير عليها. انت ما لكيش حق عشان تحاسبيني. اتفضلي اطلعي بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. ده الظاهر نسيت اللي بينا واللي محدش عارفه غيرنا. ما تحاوليش تهدديني. انا وانتي في نفس الطينه، ولو واحد فينا وقع هياخد تاني في رجلين. فكرك هخاف من السجن واقعد اتفرج عليك واحده تانيه بتاخدك مني؟ انا حالفه من زمان. لو ما خدتنيش من ايدي على المأذون انا هاخدك من ايدك على السجن. بره. اطلعي بره. بره. شريف اتسجن، يعني عيسى خلاص براءة نهائي. الحمد لله. ايه فرحانة بجد؟ امال يعني هزعل؟ امال ليه؟ انا شايفاكي قلقان، خايفة راني تتجوزه بعد ما عرفت وتأكدت ان هو ما قتلش اخوها، وطبعا ساعتها مش هتقدري تفرحي ببراءته اللي فضلتي مستنياها لما جوزك مات. هو كمان كان مستني ياخد براءة عشان يرجع لي. يرجع لك؟ ايوه، ما كانش عمره هيفرح برجوعه ليه وهو لسه خايف من السجن. دي الاوهام اللي انت بتوهمي بيها نفسك. دي الحقيقه الوحيده اللي انا متاكده منها. طب وراني؟ حتى لو جت وقالت له عايزاك مش هيسيبني علشان انت كنت قلت لي ايه في السخنه؟ تقريبا عاوز تتجوزني مش كده؟ لسه مستني رد. ده انا مش مستني غيره. طيب يعني ممكن تجيب بابا وتيجي امتى؟ اجي امتى؟ دلوقتي لو ينفع. لا ايه ده؟ يعني ممكن الخميس اللي جاي اكون قلت لماما عشان تستناكم. ماشي رانيا. انت كنت محتاجه فعلا تتاكدي ان انا بريء. كنت محتاجه ان ماما هي اللي تتاكد عشان توافق على جوازنا. بحبك. طيب انت ما عارف هتثبت لي ازاي.
نام كتير الفترة دي؟ حتى وهي صاحية ساكتة خالص، لا بتاكل ولا بتذاكر. ده أنا ساعات بدعي ربنا إن هي تعيط عشان أحس إنها فايقة. برضه المشكلة إن الصدمة كانت أكبر كتير من سنها. أنا حاولت أخبي عليها بس هي عرفت من المدرسة. أنا مش عايزك توديها المدرسة خالص الفترة دي. هي فعلا ما بقتش تروح. وأنا أعرف دكتور نفساني متخصص في الأطفال. ممكن أتكلم معاه لو يقدر يعمل حاجة أعملها. طب هيقدر يجيب معاه نتيجة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. بس هيطلب يقعد معاكي أنتِ الأول عشان أكيد هيبقى ليكي دور كبير جدا فعلا. أنا مستعدة أتفرغ تماما ليها. وآخد أجازة من الشغل وهبقى جنبها. غالبا مامتها الله يرحمها لو كانت عايشة ما كانتش عملت اللي أنتِ بتعمليه ده. مامتها موصاني عليها وفاكرة إن باباها هيفضل موجود. دلوقتي مفيش حد غيري جنبها. اشرب اشرب عشان تنسى. انسى ايه؟ تنسى اللقطه اللي احنا مرطوعينها دي من ساعه مدينة ده. كانهم ركنونا على جنب. ايه يا عم الجو ده؟ يا رانيا طلعت تستعجل مامتها وزمانهم نازلين. تستعجل مامتها؟ يا ابني هي مين فيهم العروسه بالظبط؟ ايه ده بابا؟ زمانهم نازلين. ايه ده؟ انا ما بحبش احط نفسي في جوازه عشان ما حدش يذلني الذل ده. طب ايه ده عشان بقول بس اهلا وسهلا. اتفضلي يا انكل. قعدي عايزه. طبعا حضرتك عارفه احنا جايين هنا ليه؟ ها؟ لا والله مش عارف. رانيا ضغطت عليا عشان اقابلكم. اتكلم انت بقى. محطتك يا هانم. انا شرفني اطلب ايدي الانسه رانيا انت حضرتك. تعرف انا بحسدك على بجاحتك وجرأتك. واحد غيرك ما كانش يقدر يهوب ناحيه الفيلا دي. صحيح المحكمه برأتك بس انا ما برأتكش من دم ابني. انا مش ممكن احط ايدي في ايد مجرم زيك قتل ابني وعايز ياخد بنتي باللي معاها يا بجح. ابني مش مجرم ومش قاتل ومش طمعان فيكم. ولو كنت اعرف ان ده رايك من الاول احنا ما كناش جينا من الاصل. بابا من فضلك ايه ده؟ من فضل ايه بس وبابا ايه؟ انت ايه؟ لو انت قادر تستحمل كلام العينه دي انا بقى مش قادر. انا خلاص وصلت لاخر الخط. معلش يا انكل معلش. انا اسفه يا بنت. انا اسفه. اسفه ليه بس يا بنتي؟ ما هو انت مالكيش ذنب. انت لو كنت تعرف ان ده رايها ما كنتش جبتينا هنا. يلا يا ابني يلا نزق عجلة. يلا يا ابني انت هتجرش هنا. بيوت ايه؟ أنا كده عملت اللي عليا. الباقي عليكي أنتِ. ما تخافيش. عيسى اليومين الجايين مش هيبقى وراه أي شغلانة غير إنه يجري ورايا عشان أوافق أتجوزه. طيب تمام. مع السلامة. إيه الحكاية؟ كنت بتكلمي نوال؟ وقالت لي انها رفضت عيسى. انتوا مربطين مع بعض بقى. نوال اصلها مش مجنونه عشان تجوز بنتها لعيسى. ورانيا بتحب عيسى وهتتجوزه حتى لو امها رفضها. رانيا وعيسى كبار كفايه مش محتاجين فلوس نوال عشان يروحوا يتجوزوا بيها. هو انت مالك كده زي ما تكوني فرحانه ان هم ممكن يتجوزوا فعلا؟ العكس. طول عمري كان نفسي تتجوزي عيسى
حتى بعد كل اللي حصل. بس للأسف انتي حسبتيها غلط. افتكرتي انك ممكن توصلي لعيسى عن طريق نوال مش عن طريق هو. مبارك ان شاء الله. الف الف مبروك يا اخوانا. الواحد والله كان نفسه يعرف يزهر كان يسد في مناسبه زي دي. ان شاء الله يومين كده وتعدي عليا تاخدوا الاسيمه متوثقه. ان شاء الله. مع الف سلامه. الف مبروك يا عيسى. والله فرحت لك من قلبي. حبيبي ما تعملهاش تاني بقى. ماشي يا سيدي ماشي. ايه؟ يلا ولا ايه؟ ايه؟ يلا. طبعا طبعا. عرسان بقى ولازم نسيبهم بعدين مع بعض شويه براحتهم. تنساش تبقى تربس الباب كويس. ماشي. السلام عليكم. يلا يا عم منص ولا ايه؟ هحصلك انا يبقى روحوا. ماشي يلا. سلام عليكم. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. هو خلاص وصلت لاخر الخط. ها؟ بقيت ولا ايه؟ والله نفسي. تصدق وتامن بالله. لا اله الا الله. على قد ما انا فرحان ليكم على قد ما انا صعبان عليا انك تسيبني. طب ما بات. لا والنبي بات. لا يا انت مش عايز اي خبره. ربنا يخليك. مبروك يا عروسه. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا انكل. بصي انا مش هوصيك عليه عشان انا متاكد مني انا هوصيه هو عليكي. خلي بالك منها. ها ماشي. مبروك يا عرايس. ميرسي. سلام عليكم. مع السلامه. مبروك. ميرسي. أنا آسف. كنا المفروض نتجوز في ظروف أحسن من كده. هي ظروفي أنا مش ظروفك أنت. أنا بس خايف مامتك تفتكر إن أنا اللي عويتك عليها. مش عاوزين نخاف من حاجة. كفاية اليومين اللي فاتوا خوفنا كتير. طبعا كان نفسك في فرح وطرحه وزفه كبيره يحضرها كل اصحابك وصور كتير وفيديو نفرجه لاولادنا لما يكبروا. انا كنت بحلم بيك انت. بكره الظروف تتحسن ونعمل الفرح اللي كنا بنحلم بيه. ماشي. بس عاوزاك تعرف حاجه. النهارده اسعد واحده في الدنيا. انا اسعد واحده في الدنيا. بس احنا لو كنت تسمع كلامي وتجوزنا في شقه من بتوعي بدل الشقه المفروشه دي. خليني كده على راحتي. دايما عينتي. انا كلمت ده الريسبشن بجد والله. هنا يا راجل. سارة اطمني حضرتك المستشفى عملت اللازم. حبيبتي يا بنتي. هو ايه اللي حصل؟ عرفت ان عيسى ورانيا اتجوزوا. وقعت واغمى عليها في الشغل. كلمت المستشفى على طول. بعتولنا عربيه اسعاف. ضغطها كان عالي قوي بس انا ما سبتهاش. حبيبتي يا بنتي. طب انت ما تعرفيش هي هتطلع امتى؟ مش عارفه. هو ضغطها نزل شويه بس المفروض تفضل هنا لحد ما نتاكد ان هي بقت كويسه. قولي لي بقى يا ستي ليه طلبتي نقضي الهانيمون هنا؟ كنت فاكراك هتعرف لوحدك. يمكن مثلا علشان طلبت اتجوزك هنا؟ برافو بدأت تشغل عقلك اهو. يا ستي بدل ما يصدم من ركنة انا اصلي طول الوقت اللي فات ده كنت بفكر بقلبي بس. بجد يا عيسى تجوزتني بقلبك؟ شوية قلب كتير على حبة عقل صغيرين. اوكي. طيب عد بقى 9 شهور عشان اجيب لك عيسى صغنن قد كده تلعب بيه. كنتش عارف انك مستعجلة كده انك تبقي ام. اكون ام منك انت. تخيل حتة ود مفروس قد كده ياخد جزء مني ومنك. بس انا نفسي في بنت مش ولد. اشمعنى بقى؟ علشان لما تنشغلي عني تفضل هي معايا. وتحبها اكتر مني. انت هتغيري من دلوقتي ولا ايه؟ مين؟ ده بابا. رد علي براحتك على باب ما اوصي على حد. ماشي. الو. طبعا يا سيدي.
مشهص نفسك انت في العين السخنه ولا سائل فيا؟ عايز ايه يا منص؟ لا ولا حاجه، وانا عاوز منك ايه؟ انا بس كنت بطمن عليك، اشوفك بيضت وشنا ولا عطلت بعد اول محطه؟ تصدق انا كنت عارف انك بتكلمني عشان تقول لي كده. خلاص يا سيدي سحبناها. المهم تكونوا مبسوطين، واللي حصل ده ما اثرش عليكم. هو ايه اللي حصل؟ هو انت ما عرفتش؟ طب خلاص ولا كانك سمعت حاجه. اخلص يا منصور، ايه اللي حصل؟ اعمل ايه في لسان الجزمه ده بس؟ اصل صار يا سيدي في المستشفى وحالتها خطيره قوي من ساعه ما عرفت انك اتجوزت. بس بقول لك ايه، ولا كانه قلت حاجه. انها اتجوزت موظف عندها. ما غلطتش لما مشيت صح وبنظافه. صعبان عليك؟ ما تحسسنيش انت اني صعبان عليك. بثبت لنفسي ان انا مش هقدر اعيش من غيرك. علاء جاب المسدس اللي اتقتل بيه ياسر منين؟ ما فيش اي حاجه تخليني اقتل ماهر. انا مش هسيبك تتسجن ظلم. واضح بس انك ما حسبتهاش كويس. غلطتي تبدي غير ايدي. بس مش هصلح الغلطه دي بغلطه ثانيه. ما بلاش الكلام الكبير قوي ده. انا هسميه حمزه. هسميه حمزه. وانت ليه مش عايز تعترف انك غلطان فعلا؟ تقدر من دلوقتي تهتم مع المزرعه.